اسمع مني ولا تسمع عني، وانقل مني ولا تنقل عني. هذا اللي كان بيسويه يحيى بن معين، قال نبغى نرجع لأبي نعيم نسأله بعد السنوات احنا طلبنا عليه، ممكن يكون ايش تغير. مثل سفيان، سفيان بن عيينة ابن عمران أبو ميمون الهلالي المكي رحمه الله، قال تغير بأخرة، يعني في آخر أيامه حصل له اختلاط زهايمر، هو يبغى يأكد هذه. فجلس الشيخ جالس على طنفسته على الأريكة هم تحت الشيخ، فيحيى بن معين لفق له الأسانيد، يعني جاب له حديث من فلان حط الفلان وكذا، ويسأل يقول لا أعرفه. إذا قال الشيخ في كتب الأولين لا أعرفه معناه الحديث غير صحيح. فبعد ما انتهى أبو نعيم كان ذكيا، ونريد أن نحفظ يا إخوان النون الموحدة والعين المهملة والياء المثنى والميم كلها تقرأ بضم النون. احنا نقول لك نعيم صح؟ غلط، ما في راوي بهذا التركيب إلا بضم الأولى نو عيم، ما في شيء اسمه نعيم من الرواة. الشاهد، فبعد أن انتهى وكان ذكيا قال أما هذا، يشير لأحمد بن حنبل، يمنعه أدبه وورعه أن يفعل ذلك. شوف أحمد بن حنبل مشهور من زمان بإيش؟ بهذا، سبحان الله، شيء عجيب. وأما هذا فيمنعه قلة علمه، سفيان قال ما عندوش، وهذه فعلتك يا ابن الفاعلة، هذا كله يطلع منك أنت. قال فرفسه فرماه على قفاه، فقاموا وسلم على الشيخ، ما نزل في تويتر قال والله الشيخ سوانا متكبر علينا، ما نزل تغريدة عجماء بكماء مقطعة الأجنحة. فلما مضوا راح تسلم على الشيخ وباس راسه ومشي. فقام أحمد بن حنبل قال ألم أكن قد نهيتك يا يحيى؟ قال والله لرفسته أحب إلي من الرحلة كلها. هذا الذي ينظر لشيخه بالإيجابية وليس بالسلبية. أنت الآن أعطيت هذا الكأس من القهوة، بعض الناس يقول لك شوف فلان البخيل ما كمله، والثاني يقول لك يا أخي جزاه الله خير أكرمنا وخدمنا من غير نول، مش محتاج أنه يخدمنا. هذه الإيجابية يا أحبابي. فهو قال والله رفسة ودي أحب من الرحلة إيش كلها، لأنه ختم على أبي نعيم أنه ما زال ثقة إيش حافظا ضابطا. هذا هو أبو نعيم الفضل بن دكين.